حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شو تبي. في حلقتنا لليوم وصلنا اتصال من مروة. مروة صوتها كان في التلفون شوي ميؤوس منه، حالة صعبة نوعا ما، ولكن الحالة كانت عبارة عن آدم محمد وملك، عيالها الثلاثة. مروة بدأت تشتغل وزوجها أيمن بدأ يعاني من المشاكل في البيت من وراء الثلاثة الحلوين. نحن بدورنا في برنامج شو تبي راح نحاول قدر الإمكان أن نساعد أيمن، وحاليا متواجدين في بيتهم. خلينا نشوف كيف نقدر نساعد أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام أيمن، شو أخبارك؟ يعطيك العافية. أخبارك مرتاح؟ مرحبا مروة، شو أخبارك؟ الحمد لله. تفضل. شو الأخبار؟ تمام إن شاء الله مرتاحين. شوفكم إلى الآن أعصابكم هادية ورايقة. الحمد لله. الحمد لله. زين، أظني مدام مروة أنت اتصلتي في البرنامج وكان عندك طلب. أنا اسمي مروة مصطفى. وأنا اسمي أيمن طلعت. إحنا عندنا ثلاث أولاد، ملك ومحمد وآدم. بصراحة حبينا نستفيد بالتجربة اللي هتحصل لنا، عشان احنا شفنا تجارب سابقة في شو تبي. فما سمير اتصل بينا وقال اكد لنا ان في دكتور متخصص في العلوم سلوكيات الاطفال بالذات، قررنا نستفيد بالتجربة دي وبخبرته، وان شاء الله يكون تجربة ظريفة خصوصا مع شغل الام. فان شاء الله هيكون يوم حلو، وهيكون ان شاء الله هيبقى حاجة كويسة، وانا متفائلة. ياريت نستفيد بيهم فعليا ان شاء الله. بقى لي شهرين عايزه اداوم في الشغل يعني. أيوة. والولاد عندي، انا عندي ثلاث اطفال، ملك ومحمد وادم. مش قادره احكي لك عاملين ايه في البيت. الدوام بالنسبه لها عشان هي يعني لاقيه نفسها في الشغل، هي مش محتاجه انها تشتغل، بس يعني هي عايزه تطلع من الروتين الحياه في البيت. لما حصل الموضوع ده عمل انفلات امني في البيت. انا بسيبهم وانا في الشغل، بسيبهم مع ابوهم، او لو في ناني او في اي حاجه، بس لا هم مش مريحين حد يعني. يعني الناني ما قدرت تمسكهم؟ لا 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 لا، مربي لا ما مسكتهم بالظبط. هو يعني هو يمكن طبيعي لانه انا اول مره اشتغل وانزل واسيبهم يعني، فهو ده طبيعي. بس انا حساس زياده شويه، والصغير على طول عياط. انا محتاجه حد يساعدني يعني. كنترول صعب لغايه دلوقتي. يعني وبعدين باباهم بيقعد. شو اللي صار معك؟ خبرني اكثر، شو اللي يصير لما طبعا يعني لما تكون الام مش موجوده في البيت بتبقى في حروب يعني. خلاص يشدونا في شعرك يا ابو. هو مش بره السيطره خالص، بس يعني خلاص على اطراف عدم السيطره يعني. عادةً كم ساعة مدى مرة تغيبين من البيت يعني كده؟ حوالي 6 ساعات. بس هما في وقت بيبقوا نايمين لسه. يعني هو في وقت هما بيبقوا لسه يعني نايمين. يعني اعتبرهم exactly هما مثلا حوالي 5 ساعات وبرجع على طول يعني. 5 ساعات. علاقاتهم مع بعض نفسه؟ ايوه، النوع اللي تضاربون مع بعض وركب. هما كانوا قبل كده كده برضو يعني، وانا قاعده معاهم بالحالي هم كده يعني. طول ما احنا قاعدين مشاكل هم مع بعض يعني. الصغير غير، الصغير بلاوي تانية، لكن الكبير كله في الواحد مختص الشيء بالضبط. لكن الاثنين الكبار طول ما هم قاعدين يتنقروا مع بعض يعني، يردوا على بعض، يضربوا بعض، يزعقوا لبعض. مفيش كره، مفيش كره، بس يعني كل واحد بشخصيته. مشاحنات طول ما هم قاعدين مع بعض. انا يوم مدام مروة كلمتنا في البرنامج عرفت، حاولت قدر الامكان اسوي ريسيرش عن الموضوع، وان شاء الله بيكون معنا دكتور احمد اختصاصي طب نفس في عيادي وفي سلوكيات الاطفال. فان شاء الله الحل بسيط يعني. ما عليك ان شاء الله. احنا اوريدي مش مخلوقين يعني، ماشي انا ام وهو اب وكل حاجه، بس مهما قرينا مش حد بيوريكي طريق الصح غير يعني حد متخصص. بس ما شاء الله بدينا. دي هدية. اهلا اهلا اهلا. الكاميرا دي اهلا. وصلت الكاميرا دي. سلم الاول. يلا كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ اسمك؟ اسمي ملك ايمن طلعت، عندي 11 سنة في الظفر برايفت سكول. هواياتي reading and writing imaginary stories.
وده اخوي محمد. اسمي محمد ايمن طلعت في مدرسه الظفر برايفت سكول. هوايتي السباحه والكوره واليويو. النهارده احنا هنطلع عين الدكتور. هذا ادم. ده ادم. الو كيف حالك؟ ايه الكاميرات دي؟ هذا زخ الكاميرا. مين اشقى واحد فيكم؟ فجأة اشقى واحد هو ده. محمد انت تأيد ولا ما تأيد؟ يقولون انت اشقى واحد. لا هو 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 قال هو قال انت اشقى واحد. هو اللي انت اشقى. شوف بدا اهلا اهلا بدا اهلا. انتوا برايكم بدا مروه من اكثر واحد اللي يسوي الازمه في البيت؟ لا هو محمد بيقعد يعني يتفرج على الكرتون اغلب الاوقات. بص كرتون 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 فبيقوم منه ينط فوق السراير ويستوعب كل الافكار اللي في الكرتون يعني. فعايز يعني عايز يدمر يعني ينط يعمل اي حاجه كده. ادم قاعد معايا لما ببقى في المطبخ بس بحضر اكل سريع او حاجه هو بيطلع كل الحاجات اللي في المطبخ ويظبطها وياخد حاجات من فوق وينزل عليها وزيت وسمنه وسكر وكله على بعضه وكده. ملك يعني برنسيس برنسيس بس شقوتها رد بقى ولا ما تكلمونيش كده. لا مش عايز حد يقتحم عليهم العالم بتاعها. لا ده ما يقعدش معايا في الاوضه. لا ده مش يعني شقوتها حاجه ثانيه غير يعني. شو اللي يسوونه عاده اذا في مربي ولا شيء دائما يسوي نفس المشاكل اكثر؟ مرات تعالي قاعده هنا. تعالي قاعده جنبك عشان نشوفك والكاميرا تشوفك. حلو نبدا في محمد. قول لي انت شو طلع تلفون. ايوه بدينا شو. ايوه زين قول لي انت شو تسوي في ابوك عاده لما امك تكون مش موجوده؟ بحب انه يشتري لي اي لعبه. اشتري لي لعب كثير. هو بيتكلم على انه احنا مش موجودين وانا مش موجوده. انت بتعمل ايه مع بابا؟ انت بتعمل ايه بقى؟ بتطلب مني ايه؟ عايز نعمل لك ايه؟ عايز فيلا. لا لا انت عاوز ايه؟ عاوز ايه نعمله في البيت وماما مش موجوده؟ لما ماما تبقى مش موجوده الاكل. انت تطبخ من نفسك يعني؟ لا هو بيعرف يعمل بيتزا بالزيتون وال ما شاء الله. انت حضرتك تعرف تطبخ لهم ولا تسوي؟ لا بنمشي الحال يعني. زي ما انا شو رايك شو تسوي انت؟ عايزين معلش نشتري حاجات. يعني بتعملي ايه في بابا لما بيكون لحاله الصبح في البيت؟ مذاكره؟ لا اول شيء زين. ملك الردود بتاعتها وتصرفاتها وانها عنيفه مع الاخرين هي اوفر شويه كده بالظبط. اوفر اكتنج. ملك اوفر اكتنج يعني لازم ده يتغير. واعتزازها بنفسها مخليها عندها سنه ما حدش يقرب لها. طب هو باباكي بيزعق عليكي لما بتعملي كده ولا ما بيزعقش؟ بيزعق عليكي باباكي لما انت بتكوني طلباتك كتير قوي؟ وانا احيانا كتير. يعني انت شاطره ما تسوين شيء؟ لا انا اكيد لا. الاعتراف بالحق فضيله. احنا معذبين ماما وبابا في البيت عشان احنا بنتخانق مع بعض فيعتبر بالنسبه لهم احنا مجننينهم. وكمان احنا اكتر حاجه هتبدا نجنن بابا كمان زياده عشان ماما هتشتغل. ها صغير كيف نعرفه؟ ها السيدة ممكن تشوفه بنفسك. غير هو ظبط نفسه. بص انا ساعات بابا يشتري لي يويو من شهر اقول انا عايز لعبه ثانيه جيبها لي. طب وانت ليش عاوز لعبه كل شويه كل شويه؟ عايز لعبه. العاب جديده بتنزل بحبها بتعجبني بشتري. انت لازم اول باول. طب انت بتذاكر؟ ايه بتذاكر؟ السؤال ده انتوا لازم تساعدوني على اساس بس برجع من المدرسه اذاكر بعد كده العب بس اتفرج على التلفزيون كام يوم؟ ايه على طول؟ لا مش على طول. طيب انا احس انك لا احس انك انت كثير شاطر وهادي وما تسوي مشاكل ابدا. ابدا. احنا بنذاكر طبعا وشاطرين بس طب جيب لي الهليكوبتر الصبح وقت الفراغ هذا لا بالخناق طبعا هو الكرتون طبعا اكثر يعني التلفزيون جيبها لي والتلفزيون لا التلفزيون خلاص هجيب لك الكرتون هتفرج على كرتون عشان اتدرب عليه تتدرب عليه ايوه هو كل ما يتفرج على كرتون بيتدرب على كل ما تشوف كرتون لازم تسوي نفس الموضوع ايوه ده مثلا اليويو جبت اليويو قعدت العب بعد كمان
طيب انتوا الحين لما يعني مدام مروه اتصلت في البرنامج شو نسمه تقول الصوره المثاليه اللي تتوقعونها من البرنامج اللي بتقدمها لكم؟ يعني الحل الانسب اللي تشوفون الملائكه ما شاء الله عليهم كحل انسب شو تشوفون انتوا؟ يعني اكيد ممكن يكون عندكم مثلا ناس متخصصه يحطوا لنا برنامج او جدول ننظم فيه بقى الحياه ماشيه ازاي، المذاكره امتى، ازاي التعامل معاهم، الثواب العقاب، تعاملهم مع بعض. اكيد ممكن يكون في اكتر من درايه، يعني كل واحد بيبقى متخصص هو ده اللي يقدر يفيدك اكتر، غير بقى انك تاخدي نصايح من جيران او اصدقاء، الكلام ده مش صح خالص. يعني تشوفه هو وافق على هالراي؟ يعني هم موافقين، احنا كمان بنتصرف معاهم صح ولا غلط؟ يعني هم هو يعني يعني هو ده اللي احنا بنعمله معاهم ده صح، ان احنا بنزعق لما بيعملوا حاجه غلط ولا ده مش صح؟ طيب حاليا نحن في انتظار دكتور احمد، ان شاء الله هو اللي بيكون بيساعدنا في البرنامج، بيسوي لكم برنامج كيف ممكن تتعاملون معاهم، ونفس ما قلتوا كثواب كعقاب، هو اختصاصي سلوكيات اطفال. ايوه، واظني راح يكون يوم شيق يعني، راح نتعلم ونستفيد منه باذن الله. طيب انا الحين انا يوم شفتهم كذي تعرف شو افكر؟ انا اخر العنقود، اصغر واحد في العائله، اقول هل انا كنت كذي في يوم من الايام؟ هل انا كنت اتعبهم؟ هل انا كنت كذي اسوي؟ انا اسف صراحه اللي كنت اسوي. السؤال احسه هذا اللي محمد اكثر شيء، انتوا الاثنين شو تسوون في ابوكم لما يكون نايم؟ نتخانق على حاجات عشان ما يشوفش. تتخانقون كيف يعني؟ يعني مثلا يعني نحب نفتح الفيسبوك ونتخانق على دورنا من الاول. ما شاء الله، كم قلت لي؟ 7 سنين عمرك؟ زين 8 ولا 9؟ 8 10. ها ايش فيك ايش فيك؟ تعال انت تعال. انت شو تسوي لما راكب وانت ما كنت نايم؟ يعني احنا اكثر حاجه بنتخانق على دور الحاجات، يعني مثلا محمد عايز ياخد حاجه قبلي او يعمل حاجه قبلي بنتخانق عليه. بعتبر ان محمد مشاغب جدا، بعتبر انه مشاغب زياده عن اللزوم. طيب استاذ ايمن ومدام مروه، شو يعني الحد الاقصى اللي وصل في شقاوه الاطفال اللي خلاكم تقولون خلاص ما نقدر نتحمل اكثر من كذي، لازم ندور حل؟ لما كبروا طبعا اللهجه تغيرت، يعني حتى التعامل معهم بقى اصعب من الاول. يعني الاول كانوا اطفال، دلوقتي ابتدوا يكبروا، كل واحد ابتدى يكون شخصيه. هو ده اللي خلانا نتصل بفريق شوتابي، عشان لما شفنا البرنامج قبل كده لقينا ان ممكن يفيدونا. يعني مشكله ومش عارفين، عايزين حل الامثل ليها. يعني فجاه سكتوا، حل الهدوء، فجاه سكتوا وحل الهدوء عليهم مره واحده. الحمد لله رجع، شفت الهدوء. هدي اعصابك، هدي اعصابك. حلكم ان شاء الله نفس ما قلت لكم، ثواني بس، حلكم ان شاء الله بسيط اظني يا دكتور، بس مضيع باذن الله. ايوه مرحبا دكتور. ايوه بالضبط بالضبط، تحت. اعتقد ان هم هيتقبلوا منه، يعني هيتعامل معاه كويس. بس في الاول هيبقوا في الاول يعني هيبقوا قافلين شويه. لا قافلين يعني هيوروه كل الحاجات، يعني مش هيكشوا منه، لا مش هيخافوا منه. وهذا وصل معانا الدكتور. السلام عليكم. سلام. لا هذا الدكتور، مش انا. سلام. لا هذا الدكتور، مش انا. سلام عليك. اهلا، مرحبا دكتور. سلام، كيفك دكتور احمد؟ اخبارك؟ كيف الاحوال؟ اهلا دكتور. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ اسمي دكتور احمد محمد الخلف، اعمل اخصائي نفسي كلينيكي في المركز الامريكي للطب النفسي والعصبي في ابو ظبي. انا اليوم هنا ان شاء الله عشان اساعد ايمن ومروه عشان يعدلوا سلوك أطفالهم ملك ومحمد وآدم، وإن شاء الله يكون نهار مفيد وفي نفس الوقت مثير لاهتمامكم إن شاء الله. أول ما شفت الأطفال كان واضح جداً أنهم يعكسوا مستوى من الذكاء العالي جدا، وفي نفس الوقت منعكس عليهم أنه
يتميز بفرط الحركة وفي نفس الوقت بيسألوا كثير، وهذه إشارة من الناحية السلوكية بتنطبع عند الأخصائيين والمهنيين بأنه هؤلاء الأطفال لديهم شغف واندفاع للمعرفة، وهذه أحد دلالات الذكاء عند الأطفال. في حب وكل حاجة بين الأخوات، بس مشكلتهم بأرائهم تصطدم مع بعض يعني دايما. انا بحس ساعات انها بتعامله صعب قوي يعني، ما احنا ما انا كنت انا اصغر واخويا اكبر مني، لا عمرنا ما كنا بنتعامل كده. فبحس انه يعني انا هو ده كان قلقني اكتر حاجه، يعني اكتر من قصه الشغل، انه ملك ومحمد بيتعاملوا مع بعض وحش ليه. هل يوجد سلوك عنيف مثلا؟ طبعا. لا عنيف في شويه طبعا. لا في انت شو دراك انت شو بتعرف عن طيب العنف هذا هل هو عنف لفظي ولا عنف جسدي ايضا ولا كيف بيكون يعني؟ لا ممكن الاثنين. عنف لفظي ممكن الاثنين. طيب عنف بيبدا بعنف لفظي وبعدين بيتصاعد بيتطور طبعا. بيتطور وبيصير عنف جسدي. بدناك في بعض، ابعد عني، مش عارفه ايه، ده يغلس علي، اضربه واطلع صوتي عليه كده. طيب هل هذه الرولز يوميا تطبق ام انها قابله للكسر بعض الاحيان؟ قابل للكسر. قابل للكسر. طبعا انت اي شيء يصير كسر تأيد صح؟ في ما كسر قابل للكسر. لا هو مش احنا ما كناش عاجبنا الصراحه، ما كناش عاجبنا فكره الدكتور ان هو يجي، بس مش لدرجه ان احنا ما كناش طايقينه. كده انا حسيت ان خلاص المنال جه. اسفين على الكركبه. لا ابدا لا اسفين صراحه. احنا مين اللي عمل الفوضى دي؟ مين؟ ايه ده؟ محمد. مين؟ والله احنا شغلتك انت ولا انت؟ ايه يلا انا على بعض عشان البور. طيب عشان البور جميل. ايوه طفال عشان حتى الدنيا حر. حرام حرام. اوبس اوبس معلش. مين اللي عمل الفوضى دي؟ لا يعني كلنا. أول ما دخلت الغرفة شفت الفوضى الكثيرة فيها، فهذا شيء يصدم بلا شك يعني. كل واحد يعمل حبة. محمد ممكن لو سمحت تنزل عشان. طيب. أي محمد. 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 طيب. أيوة. إيه ده خلاص بقى. أوكي. يلا يا محمد. نعم. أيوة. أنا قلت كلمة تنتبه معي تنتبه معي ماشي. إحنا اتفقنا إنه لما أي واحد يعمل حاجة كويسة هنعطي له كم ستار، ولو عمل حاجة مش كويسة هنعمل له بلاك دوت. طيب هنشون بلاك. مش لازم بلاك، هشيل منه نجم، هشيل منه نجم، وإذا ما فيش نجوم هعمل له إيش ماينس. أوكي اتفقنا. طيب يلا نكتب. عايز مصارع؟ لا. انتوا سمعتوا شو قال ولا لا؟ سمعنا. طيب سمعنا. سمعتوا محمد؟ ما بنطلعش من هنا. اوكي ايوه. الاول كنا واقف في سكرين مع تصوير وهنلعب وهنبسط، قلنا جت فكره الدكتور قلت لا خلاص بقى ينسى حاجه رولز و ما كده. انا اول ما عرفت بقى ان في رولز وحاجات كده ما عجبنيش التصوير كله. ما عجبنيش. هنكتب اسمك و اسمي وحاسفك على الروح بالضبط. ايوه انت حضرتك البو صح؟ لا امال ايه؟ ولا ملك ومحمد؟ لا محمد ومحمد. ملك ومحمد. محمد وملك. اي حاجه راح يعملها محمد كويسه حندي له ستار. واي حاجه. طيب ركزوا مع الدكتور محمد. محمد لما اتكلم حتكون حتى يمينك هنا. تعال هنا يا عندي محمد. اي حاجه هتعملها كويس هنديك ستار. طيب ملك نجمة. هو بيضرب لعينك شكلك تضربي. يلا لازم تحطه في اللوحه. طيب طيب وملك لما تعملي اي حاجه كويسه هناخذ نجم. طيب اخر الاسبوع الويكند اي واحد بيجمع 15 ستارز راح ياخذ مكافاه. اها 15 ستارز. اوكي
مهم جدا حاجة نسميها تعزيز السلوكي، تعزيز السلوكي السلبي والإيجابي، وهذا ممكن باختصار يخلق نوع من الوعي عند الأطفال بأنه في تعزيز سلبي وفي تعزيز إيجابي على السلوك. أحيانا إحنا سلوك جيد وسلوك مرغوب فيه أو سلوك غير مرغوب فيه. أنا أسأل سؤال، يعني كل واحد يعمل حاجة حلوة، ثواني، كل واحد هيعمل حاجة حلوة هياخد عليها ستار؟ لا، إحنا بنقرر من نحط قواعد سلوكية لازم نتفق عليها. لازم نتفق عليها. كل واحد هيعمل حاجة كويسة. مش لازم حاجة كويسة. مثلا قد يتخلى عن حاجة مش كويس. إزاي؟ يعني مثلا محمد خلاص هو متغسل، مش عايز اتخلى عن اي حاجه عندي. يعني مثلا لما انت تتكلم الحين تنزل تحت، صح محمد؟ تفضل. مثال نعطيك. مثال حلو. اوكي ممتاز. تفضل. دلوقتي ايوه. طيب شوف محمد، ايوه لما بنتكلم بنطلع ايه؟ في العين. العين في العين، مش كده؟ ملك. يلا نبدا بنجمه. براحتك. طيب لا، مو انت حتلتزم بالكلام اللي حيقوله. اوكي طيب تفضل. انت شو تسوي؟ احنا اتكلمنا قبل شويه عن الحاجات اللي بيضايقك فيها محمد. أيوة. وانت يا محمد الحاجات اللي بيضايقك فيها ايش؟ ملاك. اعتقد ان هم لما بيجتمعوا سويا بيعملوا المشاكل دي ممكن تكون من جواهم عشان يظهروا احنا عايزين اهتمام اكتر بدل ما في اهتمام على الطفل الصغير. ممكن. محمد ستوب، انك بتغلس على ملاك. وملاك مش ايه؟ ما تكمل. مش هتضايق، مش تضربني. مش طيب. كل ما انت مش بتضايقني. اوكي يبقى ما تقلبهاش خناقه. طيب محمد اسمعني، محمد اللي بتكلم معاك اسمعني. ماشي. اذا ملاك انت ايش الحاجات اللي بيسويها محمد بتضايقك؟ تسمع محمد الكلام. بيلزق فيا. طيب معلش محمد تعالى هنا. بيلزق فيا. طيب قاعده على الكمبيوتر لازم بكلم مع صاحبتي. هتعيد الحاجات اللي هتقولها ملك دلوقتي، بتركز معاها. اوكي زي ما قلت لازم. ايوه لازم يكون ايه، رامي ودانو بيسمع اللي احنا بنقوله كده. بيغلس عليا. طيب ويلزق فيا، مش عايز اخد راحتي. ومشكلته مثلا ان انا بقول له حاجه لازم احيانا يعمل ضدها. يعني مثلا انا لم اللعب، حط ده هنا، مش عارفه ايه، ما مش عاجبه ان هو يعني يسمع كلامي وحاجه زي دي. طيب انا بالنسبه لي هي اللي هو مش هعملها. لا قصدي هعملها. لا انت هتعيد الحاجات اللي مش هتعملها. عندهم واحد انت بتعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بتعمل ايه؟ اغلس. اغلس يعني مش ارمي وداني. اوكي ادقق كده بس اوكي. تالت حاجه وبعمل الحاجات اللي انت مش بتقولي لي عليها. اللي هي ايه؟ حاجات هايفه. بتعمل حاجات اللي مش بتقولي لي عليها. لحظه عيد الجمله، ما فهمت. يعني حاجات هي بتقول لي اعملها مش بعملها. يعني مثلا حط اللعب هنا مش بيعمل. يعني بتعلم. طيب عاوزين نعرف مين اللي عمل الفوضى دي كلها. الاثنين. طيب الحين سمعنا الملاك، الحين نسمع محمد. ايش الحاجات اللي مش عاوز اللي بتضايق اللي بتضايقك فيها ملاك؟ واحد. انا اسالك انت يا محمد عن الحاجات اللي بتضايقك اياها ملاك. بتضرب. اوكي. بترخم. لحظه شويه، انت فاهمه اللي هو بيقول ايه؟ اكيد. طيب بيضرب، بيرخم يعني ايه؟ برخم يعني هو فاكر ان انا لما بقول له حاجه يعملها ان انا كده برخم عليه. طيب انت عارفه يعني؟ لا لحظه شويه. طيب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة بص في عينيه وبيكلم. طيب رقم ثلاثة وهو شايف بفكر. شوفوا بتفكر ايه؟ رقم ثلاثة ان شوفي تحت. ايه هذا يكلمكني؟ شوفي تحت. طيب شوفيني. حلو. لا بس لا، احنا اكبر غلط احنا غلطنا ان احنا بنمد ايدنا من غير ما نستعد. اوكي ماشي. رقم ثلاثة ان في حاجه بتضايقني منها. اللي هي ايه؟ بس هي دي الحاجه بس اللي بتضايقني. طيب عيدها مره ثانيه عشان هي تسمعها. حاجه رقم واحد ايه؟ بتغلس. والثاني بترخم. وانت قلت لي قبل شويه انها بتضربها. لا هو ما قالش بتغلس. طيب بتغلس. اربع حاجات. قلب تضرب وترخم. انا مركزه معاه قوي. قلب تضرب وترخم. طيب ماشي، احنا بس هنتفق جديد الان. وتغلس وتغلس اربع حاجات. طيب انت فاجئ على الاشياء. شو الحل؟
صار له نص ساعة في الواحد يضرب في الثاني اللي بعد. طيب شو الحين شو نسوي؟ شو الحل؟ الحل؟ يلا محمد. الحل في مرعي أودي. ها؟ الحل. أيوة. لما نتكلم بين الحكم شعرينا كده. أمال إيه؟ الحل. بنركز. أول حاجة إيه؟ بنركز. الحل ما لك فيه قصدي. بنركز. إن نركز. برافو 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 محمد برافو ملاك برافو اولاد شاطرين لا 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 تليفون لا 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 محمد يلا اجلس اجلس طيب نجلس بالبدايه وبعدين ندفع الخطوه الاولى خلصناها يلا محمد هذا والله هذا نجلس نجلس نحط هذا بالبوكس ايه نحط هذا بالبوكس لا دي بخليها لا بخليها ما فيش ستار اهو اهو بعد اذنك طيب ممكن شوي طيب شوي محمد ركز معي حط لك ستار طيب الخطوة الثانية في معنى سجادة هنسميها سجادة العقاب ايه ده سجادة العقاب احنا ما تعاقبناش حرام عليكم هتعاقبونا ليه حرام عليكم اي واحد هيعمل حاجة مش كويسة هنطلب منه هيوقف 5 دقائق هناك وكل مرة هيكرر الحاجة اللي احنا مش عاوزينها هيوقف مفترة زمنية أطول 5 دقائق مش 5 دقائق حيزيلوا 10 دقائق 10 دقائق ليه؟ طيب سنين خلص اسمها محمد محمد تركز معي يلا القصة فين يا ملك وين القصة؟ القصة ستوري وليس ستوري طيب محمد بعد من 1 إلى 5 تكون موجود عندي 1 2 3 4 5 انتهى الموضوع؟ لا جبت طيب دي مجموعة قصص مجموعة طيب قبل ما ادم نجي خسرتي شوية ملا خسرتي هو دي صفحات كبيرة محمد حتوقف 5 دقائق هنا على استجارة العقاب كانت فكرة وحشة يعني مش يعني ازاي مثلا لما نعاقب هنقف على سجادة I'm Rosina. I'm deaf, so I talk with my hands. I go to the New Mexico School for the Deaf. All of our teachers teach with American Sign Language. إيش يعني deaf؟ deaf يعني يعني ما بتسمعش. Good. طيب أنا هديكي star. Okay. ماشي؟ معاقب. مسحنا المتر. كم باقي؟ كم باقي الحين؟ باقي له دقيقة. الخطوة اللي بعدها دكتور. الخطوة إنه راح نعمل معسكر. أوه حلو الفكرة. طيب ملك حتقترح إيه؟ هنحط حاجات على وشنا سوي نروح اجيبها من طيب المعسكر كان احلى حاجه عشان احنا حسينا ان احنا في معسكر مش ان احنا مثلا هنتعود نعمل رولز او حاجه زي دي عشان ال يعني لازم يعني. نعمل على الليست دي فان احنا لازم نعمل بس الدكتور قال عليه لا احنا كمان ممكن مثلا نطور المعسكر ده مع نفسنا يعني مثلا ماما تعمل لنا مثلا طابور الصبح
الصبح او حاجه زي دي، نقف واحنا رايحين المدرسه او ونعمل طابور صغير، ممكن زي في سلام حاجه زي دي. عيشت من الدوره انت من صدقك الحين تسوي معسكر. معسكر لانه محمد اتعلم حاجه دلوقتي وهي سجاره الايه؟ العقاب. العقاب. خمس دقائق هنجيب دي نحطها على وشنا. طيب يلا نجيب محمد هنا شويه. يلا نيجي نجيب النوتس حطها هنا. لحظه بس احط القلم عشان اي لون حطك اسود؟ ده اللي انتوا عاملينه ده. تعال شوف إيه؟ دخلناهم في معسكر جيش. جندي اول جندي ثاني. طيب نزيح مكان شويه للبابا. خلاص اهو نزيح شويه كان للبابا. محمد ايه نزيح شويه للبابا. نزيح شويه للبابا. نزيح شويه للبابا كمان شويه كمان ايه ده نخش كده ممكن نخش كده ممكن. طيب ايه ده اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه ميك اب. ميك اب تعمل ايه؟ ميك اب قال لي عادي احنا في معسكر. معسكر عجبتك صح؟ لا عجباني بس يعني هنلتزم بالمعسكر والرولز بتاعت المعسكر. لا خلاص حطوا هالعلامة معناته لازم انتوا في المعسكر الحين لازم نعمل ايه؟ ده كده مين اشطر من مين؟ انا اشطر منها. لا انا هي 3 اكس انا مام اكس. تحصيل النجوم عند ملك اكثر من محمد ليس بالذات في البداية ما نستطيع أن نحكم بشكل كبير أنه هناك في مفارقة، لأنه يجب أن نؤمن بالفروق الفردية، وهذا يعطي حافز لمحمد مثلا أنه يعمل أكثر في المرة القادمة. طيب خلاص بنزود لك الحين كم منك. أنا أشطر منك. لا خلاص. لا خلاص أنا أشطر منك. رولز رولز ملاك عايز جت عقاب 5 دقايق. أنا انت بداتي مديتي ايدك على محمد. يلا بنعمل. انا شايف يلا يلا سجلت عقاب 5 دقائق. سجلت العقاب احد اهم التقنيات في تعديل السلوك، ممكن استخدمها. طبعا رايي الشخصي انه هي الموضوع مرن في مرونه، مو هو بلابد اني انا استخدم هذه التقنيه. ممكن الموضوع يرجع للاب وللام وحسب حاله الاطفال في كل حاله، ولكن انا شفت الوضع هنا بالذات مع حاله ملك ومحمد استجابه سريعه جدا لموضوع سجلت العقاب. انا خلصت العقاب وبقى 5 دقائق و3 ثواني. بتتكلمي مين؟ حضرتك. طيب انا خلصت العقاب. بتكلميني بتطلعي فيا ولا بتعملي ايه؟ بطلع حضرتك. طيب انا خلصت العقاب وبقى 5. اول حاجه بنقول ايه؟ 5 دقائق لو سمحت. لو سمحت انا خلصت العقاب بقت 5. بس بهدوء بهدوء. لو سمحت انا خلصت العقاب وبقت 5 دقائق و10 ثواني وممكن اطلع. طبعا ان شاء الله. لا نافع موضوع المعسكر. هذا مش نافع معي شيء. يا رب حسيتي بيه وانتي قاعده هنا ملل يعني ايه ربنا انها كده غير ما تحكي يعني ملل نوقف عليها يعني نفضل مثلا كل شويه واقفين على السجاده انت بتعمل كده. طيب نحمل المكتب باقي انت ممكن ملاك هتكتب. هكتب ايه؟ وريني الكتاب. أكد أول شيء من محمد. استنوا ده كتبت. طيب يا هتكتب التاريخ؟ أنا مش عايز أكتب. إيه ده؟ إيه خلاص وقف. وموقف. لا لا مش طبيعي ولا طبيعي؟ وموقف أقول لك وموقف تقوم تقف. إيه اللي أنت عملته ده؟ رميت مش عايز أكتب زهقت. لا مش عاوزين نكتب هنعمل كده؟ لا نعمل مش عاوز حاجة بيرفضها بيعمل الطريقة دي؟ لا ها؟ لا بتضحك على ايه؟ انت عملت حاجة غلط. انت عملت حاجة غلط، ايه اللي يضحك فيه؟ بتضحك على ايه؟ طب لو سمحت اطلع بره بقى. اطلع بره. ايه ده؟
محمد بيشوف أبوه كيف بيعبر عن الغضب، طريقة الغضب لما بيغضب كيف بيعبر عن طريقة غضبه. فأكيد أنه محمد هنا يحتاج إلى تعديل سلوك في ذي النقطة. سوري محمد. أنا عملت كده عشان محمد، عشان محمد كان بابا كان لازم يعرف إن هو زعله. بابا عمل غلط وأنا عملت غلط وأنا عملت غلط. أنا حرف. ماشي. يمكن أنا زودت معاه شوية، بس هو يعني الموقف ده أكيد اتكرر مثلا كذا مرة أنا زعقت عليه، بس هو يمكن أحرج أكتر عشان في وجود حد غريب. طبعاً شوي محمد يعني طلع عن نطاقه وأيمن انفعل على الحركة اللي سواها، فشوي انفعل بزيادة وعصب وزعل صدق محمد وراح للأسف راح يبكي. أنا هالمواقف أنا عن نفسي ما أقدر أتحملها، بس دكتور هذا شيء عادي مفروض يصير. طبعاً هذا غلط وغلط كبير، إنه الاستجابة هذه إذا إحنا في حالة يعني بدء بكاء الأطفال انه المفروض انا ما استجيب للبكاء هذا. هو عاده يصير كذي ملك يعني اول مره ولا بيحصل كذا يعني؟ لا بيحصل على طول، بس مش لازم ان هو يزعق بالطريقه دي. انا لقيت ان صح اخش واعمل كات عشان محمد كان زعلان وكان بابا لازم يرضي مهما حصل. شوف الاخر رضاني. شو اللي حصل داخله؟ شو صار يعني رضا رضا راح كلمه يعني. هو كل مره بيعيط بيدخل ابوه البابا بيرضيه ولا لا؟ بس هو مفروض يرضي. معلش المفروض يرضي لأنه زعله، ولكن يبقى الأب مقامه خاص ويبقى الأم مقامها خاص، صح ولا لا؟ طيب هذا شرف البطل. طيب إيش البطل شو صار بعد؟ زيح شوية كمان البابا، زيح شوية برضو. لابد نفهم بعض القواعد، وأنا بتكلم أمام محمد وملاك برضو، هم لازم يكونوا واعيين اللي بنقوله. إيش اول نقطه؟ انه احنا بنحل مشاكلنا بدون ما في اي واحد من افراد العائله بيرفع صوته بدون اي انفعال. ايمن مدلل اي محمد بشكل كبير، فاكيد الاستجابه انا بشوفها طبيعيه. وفي نفس الوقت لما بيغضب محمد ايمن بيطلع بيروح اساس انه يراضيه، هم في نفس الوقت هذه استجابه خاطئه. فمن بدايه الموقف هو يعني السلوك يعتبر خطأ في ممارسته يعني. أنا اعتذرت لك على الإجراء الخاطئ اللي أنا عملته، وأنت مفروض تعتذر على الإجراء اللي أنت عملته برضو إنك رميتي. طيب أول حاجة نقوم نوقف يا محمد، عادة لما نقول أمام الوالد نعتذر نقوم قدام الأب بابا. احنا حاليا مركزين على ايمن وعلى ملك ومحمد، لان في حالة ان الوالدة ما كانت موجودة ومدام مروة، ايمن يعرف يتصرف مع ملك ومحمد، والى الان الامور طيبة يعني صح. الحين خلينا نذكر النقاط وبعدين انتوا بس نحن نروح تتفقون مع بعض على هذه النقاط والقوانين. حلو، احنا هني عشان نقدر نساعدكم ونساعد البابا عشان نقدر يتعامل معاكم باحسن طريقه. صحيح. حلو، شو النقاط اللي كنا نعددها دكتور؟ النقطه الاولى ان احنا بنلتزم بكل الحاجات اللي احنا كتبناها، اللي احنا هنكتبها هنتفقي مع البابا ونكتبها برضه، واللي كتبها محمد هنلتزم فيها. ولازم نعرف انه هذه النوته
ممكن احنا نضيف لها، ممكن نغير، وكل حاجه بنشوفها اللي بيشوفها البابا تحتاج تغيير، بيشوفها الماما بتحتاج تغيير، لازم ايه نغير بالضبط. ونحن نلتزم في هذا. نقطه رقم 2 انه احنا لما عاوزين حاجه ما بنعصبش. لو زعلنا من حاجه ما بنرفعش صوتنا، وانما بنجي بهدوء للبابا، بنجي بهدوء للماما، وبنقول لهم ايش. طب ايه ده آدم؟ هذا حالة ثانية. آدم تعلم السلوكيات من محمد ومن ملك بالضبط. مع الأيام أنتوا تتغيروا، آدم إيش؟ يتغير. راح يتغير. شفت محمد أنت لما رميت الدفتر وطلعت؟ هو سوى نفسه، مسك الدفتر وطلع. في الحقيقة آدم يعتبر مثال واضح جدا، لأنه راح يمشي سلوك الطفل الصغير، راح يمشي سلوكه كنموذج يتعلم من محمد وملك. دكتور بالنسبة لموضوع المذاكرة، ازاي نخليهم يلتزموا بالدراسة ما يزهقوش منها وهم حابينها؟ يعني في اطفال بيبقوا حابين المذاكرة بالضبط. النقطة الاهم انه احنا في دورنا كآباء انه لابد نكتشف كيف الطفل بيستمتع بموضوع المذاكرة. مثلا ممكن انا اشاركه في موضوع المذاكرة بحيث انه اخلي فيها نوع من المتعه. يشرح لي مثلا، اقول له اشرح لي مثلا، مش لازم اخليه يشرح لي. مثلا ممكن انا اثناء المذاكره بحاول اني انا اضحك معاه، بحاول اني انا اكون قريب من عنده مثلا، بحاول اني انا استحدث اسلوب جديد في اني انا بوصل له المعلومه. لا، هنحاول نمشي في موضوع البورد والمعسكر وكده، واللي هيعمل حاجه غلط يقف على 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 الكاربت خمس دقايق، ولو ابتدينا شقه تاني تتطور لعشر دقايق. وعجبتنا حكايه ان هو كل واحد هيكافئ مكافاه على الحاجات اللي هو بيعملها لو جمع 50 بس 15. الله يسلمك ان شاء الله. وانا سعيد جدا بمقابلتكم، وان شاء الله استفدنا من هذه التجربه. وانا ذكرت فوتي صراحه الفالحه، بشكر النقد اللي جبته لنا في البرنامج العادي اللي احنا حاضرين. الله يخليك، الله يكون في عونك، وان شاء الله امورك بتمشي سهله اليوم. امشي على السجاده كل يوم، كل يوم على السجاده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جدا. الله يخليك يا رب. الله يخليك. ملابسكم وتنيمون الهال و ملك محمد. سمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد السلام عليكم. يا محمد سلام. يلا بال يمين باليمين. اوكي يا محمد، يلا السلام عليكم. يلا يا بطل، يلا محمد جمتو. محمد يا دكتور، شكرا جزيلا. و احنا فرصه سعيده. الله يخليك يا رب. تعالوا بص على سريري. ها بص على سريري. وين احنا؟ بنشكر بابا وماما كتير وبنحبهم قوي، وان شاء الله نتحسن ونبقى كويسين في المستقبل. فاذا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. ثواني سيبنا ليه؟ لا مش حاسيبكم، مش حاسيبكم. هتيجي مره ثانيه، هتيجي مره ثانيه. طيب. طب كلمه بس. شوف 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 هناك. اهلا. قول لهم وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. اتمنى انكم انتم كلكم استفدتوا واستمتعتوا في حلقتنا لليوم. اتمنى انكم كلكم استمتعت. خلاص دوري الحين. حلقتنا اليوم ويكون ايمن ومروه استفادوا من حلقتنا لليوم، وانتم استمتعتوا واسمعوا الكلام عشان ما تدخلون في سجادة العقاب. يلا قولوا لهم مع السلامه. باي باي. نشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. حلو. باي باي.